انا بقوله وبتحمل مسؤوليه اللي انا بقوله. النص الذي وضعناه في قانون المحاماه المتعلق بتحصيل اتعاب المحاماه مقدما هو الذي ينقذ نقابه المحامين من كارثه اي كوارث اقتصاديه، وانه ده حفاظ وحمايه لاموال المحامين، احنا بناخدها مقدما بدل ما ندور عليها بعدين. وبعدين انا مش عارف محامين يعني تقول لك اصلي مش عارف انا بدفعها مقدما ولما اكسب القضيه ولما اخسر القضيه، ما انت بتدفع كل حاجه مقدما. اشمعنى اتعاب المحاماه اللي انت زعلان عليها قوي؟ ده اتعاب المحاماه دي الماده الوحيده اللي بتخش صندوق بتاعك، بتخش حسابك يوم بيوم. احنا نجحنا في ان احنا نعمل اتفاق مع وزاره العدل على التوريد اليومي لاتعاب المحاماه. محكمه محكمه، سواء كانت جزئيه او ابتدائيه او استئنافيه، انا عندي كشف وبيان اللي بيدفع على مستوى الجمهوريه. وده امر احنا مش هنتنازل عنه تحت اي رغبه او فزلكه من اي حد يتكلم على اتعاب المحاماه. لا مش هنسمح بكده. لا احنا مش ده انتوا بتضيع حقنا. اللي بيقول كده بيضيع حقنا. حقنا في اتعاب المحاماه ناخده زي ما صندوق القضاء بياخده. ولا انتوا بتسقفوا لما قانون القضاء ياخد صندوق القضاء، ولما نيجي المحامين يطلع واحد يقول لك اصلي مش عارف المحاماه ايه، اصلي مش عارف القانون ايه، اصلي مش عارف الدستور. يبقى الدستور دلوقتي؟ طب ما الدستور علينا وعلى الكل. يا اما تعم لنا وللقضاء سواء بسواء، يا اما احنا الاثنين سواء بسواء. بس انا ما اتمناش، انا اتمنى الاثنين يمشوا، لانه ده حق.